السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معي مره اخرى في لاشين ديالي ليه ياقوت. اليوم غادي نجي لكم بدي تروك شريتهم من بيم، شي تروك شريتهم من فيسبوك، كي اللي عجبني وكي اللي ما عجبنيش بيان سور. وكنشكركم قبل من كل شيء، كنشكركم بزاف على التساؤلات ديالكم، كتسولوا فيا علاش جبرت، علاش ما بقيتش، علاش ما كنديرش فيديوهات، علاش علاش. فانا ما عنديش غير اليوتيوب، فانا عندي انشغالات اخرين بيان سور، عندي خدمتي، عندي كنتحول عاوتاني مره اخرى للميناجمون، عندنا الروينه يعني، فانا مشغوله شويه، ما كاينش غير اليوتيوب. ففوالا ميت انا كنتوحشكم، وهنا رجعت لكم فيديو جديد، خديت دي تروك من بيم ومن فيسبوك كي قلت. غنبدا بهاد البروس الكتريك لي في هاد البروس هادي، دي سميتها نيرو نيرو سميتها نيرو. فوالا كيزا صيفطات لي واحد السيد بروس الكتريك ديالها باش نجربها، مي منجيبش عليكم لي في معجبتنيش، و داكشي علاش مقدمتهاش ليكم، سكي فيه يعني تقلقات بزاف. و فوالا مي منقدرش انا نقدم شي حاجة لي هي ماشي زوينة بيان سيغ، غير باش نقدمها وصافي. فهاد البروس الكتريك ديال بيم نورمالمون علاش دارت البروس الكتريك، باش يعني تسربي لينا الوقت، فوالا تو سامبلومون، يعني باش يعني باش تسرب يعني نربح الوقت. فإلا كنا غادي نحطو هاد السخون نص ساعة أولا ساعة لا روب، ونخدمو بها شعرنا واحد ساعة ونص عاوتاني، هذا يعني لاش لايقة هي، فهي كتاخد وقت بزاف لي في باش تصوبلك شعرك. فنورمالمون أون فوا تبغوصي بها شعرك صافي، كيتسرح شعرك أو يتقادلك يعني كيتشوار شعرك أولا كيرطب شعرك بالعربية. فهاد البغوص هادي كتاخد تاهي الوقت، بحالا جالسة في الصالون يعني ساعة ونص حتى ساعتين كاع، باش يلاه شويه تقاد لك شعرك. ف هو ما عجبتنيش بزاف حتى هادي ديال بيم، وما كيعجبني من هاد من تجربتي السابقه يعني ديال البروس الالكتريك اللي جربت في الاول، سيبتا قيلي السيده بلا ما نذكر الاسم ديالها باش ما نجرحهاش، لان كوميم راه عزيز عليا وخا تقلقات مني. كنتمنى تكون كتشوفني دابا تسمح لي، لانه ما عجبنيش لابغوس تو سامبلو، صيفطات لي حوايج اخرين عجبوني، مي لابغوس الكتريك فريمون كانت نول. فوالا بلا ما نذكر الاسم ديالها باش ما نتقلقش مني كثر. فوالا فوالا دونك بريف، حتى هادي ما عجبتنيش ديال بيم، لان كتاخد شويه الوقت، فكيف قلت خص البغوس الكتريك دارت باش يعني بالسرعه باش دغيا نصوبو شعرنا، ماشي نبقاو عاوتاني واحدين معاه ساعتين ولا ساعه ونص ولا هذا. ففوالا ما عجبتنيش البغوس اللي خديت، حتى هي مهم بغيت خديتها يمكن بدايرين بخي مزيان في بيم، يعني شي 50 درهم يمكن، ولا ما نعرف ولا 5 شي 60 بحال هكا. الحاجه الثانيه اللي خديت من بيم هي تريستار، هذه ديال مانيكور والبيديكور، هذه احسن حاجه خديت من بيم صراحه، فعجبتني بزاف. هي دايره بحال هذا الشكل هكا، كتجي بحال هكا، استعملتها غزاله البواطا كيفاش هي، يعني عمليه تقدر تهزيها معاك في الصاك ديالك الا كنتي مسافره اولا خارجه، كتقدري تهزيها معاك اي بلاصه. فوالا ديجا درتها لكم في فيسبوك، في باردون في انستغرام، ديجا درتها في سناب شات. فوالا و فوالا هادي زوينه بزاف، كتحمقني، عمليه كتخدم بالحجر وسهله يعني في الاستعمال. شخصيا حمقاتني هاد التريك هذا ديال البيديكور المانيكور، فيه كل شيء بيان سور، فيه كاع الوسائل ديال مانيكور بيديكور تو سامبلومون. فوالا حتى هي خديتها رخيصه من بيم، يعني ما عرفتش جمعوا لي كل شيء، وخديت بزاف الحوايج وجمعوهم مع كل شيء. فوالا هادو هما لي درت من بيم. فغنمشي لفيسبوك، الفيسبوك خديت هاد لاباراي هادي لي زوينه، البواطه ديالها غزاله فوالا، وفيها هاد كيفاش تستعملها، يعني هاد الورقه راه يعني كتبين لك كلشي، يعني باش كيفاش الطريقه ديال الاستعمال. فهي كتخدم بالحجر، حجره واحده، الشكل ديالها هو هذا، كتقلب مع هاد البوشيطه هادي ديالها الا كنتي خارجه ولا شي حاجه تهزيها معاك في اي بلاصه. كيعطيوك معاها والو صافي، كيعطيوك معاها غير هاد البوشيطه هادي زوينه بزاف. فوالا اللي عجبني هو انها ما كتاذيكش، يعني مهما يكون شعرك كثير، يعني غير بهاد الحركه هكا
الزيت كيحيد الشعر فوالا ايفيكتيفمون كيحيد الشعر. لكن انا جربتها في بلايص عندي فيهم الشعر، مثلا السيقان ديالي عندي فيهم الشعر طويل وكبير، فجربتها فيهم فريمون زوينه بزاف. واللي عجبني فيها هو انها صغيره وتقدري تهزيها معك حتى اي بلاصه في صاكك وكنتي مسافره. يعني عمليه بزاف، خديتها من الفيسبوك من عند واحد السيده شغنقول لكم ظرافات ومؤدبه بزاف صراحه. نخليكم لكم اللين ديالها ديال الفيسبوك ديالها في لابار دانفو، فريمون ظريفه بلا قياس. ويعني وكتجي عندك يعني من فما كنتي تجي عندك وتعطيك الطريك ديالك وباثمنه مناسبه. هذا يمكن خديته بشي 99 درهم، رخيصه ماشي غاليه. وانا غنخلي لكم دو فاصون غنخلي لكم اللين ديالها في لابار دافو. الحاجه الاخرى اللي خديتها من عندها وهي هاد البروسادون اللي كتلي حتى هي باقا ما جربتهاش. لي في كيف كتشوفوا فيها ثلاثه ديال لي بروس، اربعه الاولى والثانيه الثالثه يعني اربعه ديال لي بروس، وكتخدم بالحجر باقا ما جربتهاش. سميت الكتريك توت بوش فوالا، زوينه بزاف باينه من الشكل ديالها ولكن عجبتني، مي انا باقا ما جربتهاش يعني واش مزيانه ولا لا. اون فوا نجرب علي في غادي نرد عليكم الخبر. حتى هي رخيصه يعني كلشي خديتو يمكن بشي 150 هكا يعني بجوجهم ميم با فقيله قل كاع من 150 معقدش اكزاكتومون لي في. مي هادو هما الاثمنه اللي كاينه يعني ماشي غاليين بزاف صراحه. اون فوا دخلوا لو سيت ديال اللي غنخلي لكم مره اخرى بلا بار دافو غادي تعرفوا بان لي بري ديالها راه في متناول الجميع. الحاجه الاخرى اللي خديت من واحد الباج اخرى فيسبوك لي في ماشي نفس الباج هي هاد العصا ديال سيلفي او لاباغا سيلفي شكون اللي ليها. خديتها من فيسبوك، خديتها المره الاولى خدمات ليا لي في. المره الثانيه هاد الوصول هذا مبقاش كيتحرك مبقاش كيتزير، هاد الفيس هذا ديالها اللي هنا باش كيتزير هاد اللعيبه اللي غتوحلي فيها او اللي غتقلي فيها التليفون ديالك او الكاميرا ما بقاش كتزير يعني ولات دغيا ما استعملتهاش حسب بزاف يعني واحد دو فوا حتى تخوا فوا. دونك هادي اتصلت بها باش نقولها ليها ما كتجاوبش. دونك حتى هي غنخلي لكم لي في لابار دانفو ديالها باردون غنخلي لكم لو ليان ديال فيسبوك ديالها في لابار دانفو باش يعني تعرفوها، لانها فريمون ما كتجاوبش يعني عارفه راسها شنو بعث لي والله والله اعلم يعني ان بعض الظن اسم ما عرفش. المهم هذه ما صدقاتش نهائيا. دابا غنلوحها يعني ما عندي ما ندير بها دابا اولا غنشوف لي غيصوب عليا فوالا باسكو خديتها ب 100 درهم يعني لانها بلوتوت وكلشي يعني ما فهمتش يعني ما صدقاتش ليا تماما. فغادي نضر اللوحه اولا يعني تو سامبلومون ما دامش ليا فوالا فوالا. خديت هاد البوشيط هادي ديال التليفون لي في من عند نفس الفندق الفيسبوك اللي خديت منها العصا ديال السيلفي، فقالت لي ان هادي كتحبس التليفون ما يديشارجاش تري فيت. اه بون انا درني راسي قلت غادي نجربها فوالا. خديتها ب 60 درهم لي في حيت فيها هاد التريك لي قالت يعني كيخلي التليفون ما كيديشارجاش. اكبر كذبه هي هادي، التليفون بالعكس ملي وليت درتها ليه هي عاد باش بدا كيديشارجا تري فيت. يعني صراحه ما عجبتني البوشيط واخا خديتها غاليه. نورمالمون تاخدي هادي غير من درب غلف ولا من شي بلاصه فكتاخديها ب 20 درهم ولا 30 درهم كاع الا كثرنا. فدونك عجبتني عجبتني كوميم لان الكولور ديالها زوين ما كتحبس لا التليفون يديشارجا تري فيت ولا والو كذبه. دونك غنخلي لكم لاباغ لا باج فيسبوك ديالها في لاباغ دافو باش ما تبقاوش تاخذوا من ما تحاولوش تاخذوا من عندهم لي في فوالا فوالا فوالا. هادشي اللي كاين هادو هما لي تخوك اللي خديت لي في من بيوم ومن باج فيسبوك فوالا. هادشي اللي كاين كنتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو، عجبتكم كيما العاده لايكيو وكومونتيو. بيزو بيزو يلا بروشين.